بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه الجو النهاردة هيكون معتدل بالليل وفي الصباح الباكر، وهيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا دكتور محمود، صباح الخير عليك، وإيه أخبار الجو النهاردة؟ صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد وعلى كل السادة المشاهدين. إحنا زي ما حضرتك أشرت، اليوم تحديداً ويمكن كمان حتى نهاية الأسبوع لا تزال الأجواء خريفية، بتكون حارة خلال فترات الظهيرة، لكن خلال ساعات صباح الباكر أجواء معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية. يمكن بدأنا خلال ساعات الليل المتأخر بنشعر بطقس ربما مائل للبرودة في بعض الأحيان، خاصة على المناطق اللي بتكون موجودة في نطاق المحافظات الجديدة أو عفوا المدن الجديدة، وايضا المحافظات اللي بتكون ليها ظهير صحراوي زي محافظات شمال الصعيد. بتكون درجات الحراره خلال ساعات الليل بالنسبه للقاهره في حدود ال 22 درجه مئويه، بتكون اقل من كده على المحافظات الصحراويه او على المدن الجديده وايضا السواحل الشماليه. خلال ساعات النهار طول الاسبوع ده هتكون درجات الحراره في حدود ال 31 ل 32 درجه مئويه، دي تعتبر هي درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية. لكن الخرائط بتشير انه ربما يوم الاثنين والثلاث هترتفع درجات الحرارة ارتفاعات طفيفة جدا، يعني بمعدل درجة لدرجتين على اغلب مناطق الجمهورية، وهتبدأ العظمى يعني توصل على القاهرة 32 درجة مئوية. اعتقد مش فرق كبير، يعني مش زيادة كبيرة دكتور محمود، درجة درجتين مش هنحس بيها يعني. بالظبط مش هنحس بيها خالص، هي بس هتكون بمعدل درجتين تقريبا. يمكن اكتر المناطق اللي هتتاثر هي محافظات الصعيد بمعدل درجتين لثلاث درجات، هتبدا العظمى هناك توصل ل 35 درجه بعد ما كانت بتسجل 32 درجه الفتره دي، هتوصل ل 30 على السواحل الشماليه بعد ما كانت بتسجل 28 و29 درجه مئويه. فهي بالفعل انخفاضات طفيفه، وهتكون بسبب وجود امتداد لمرتفع جو في طبقات الجو العليا. لو كمان رجعنا لأهم الظواهر الجوية، عندنا الشبورة المائية اللي بتكون موجودة خلال ساعات الصباح الباكر. يمكن بدأت ساعات تكون الشبورة تزداد شوية بعد ما كانت في حوالي 3 ساعات، ممكن تمتد لأربع وخمس ساعات. بتكون الشبورة أحيانا كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض المناطق الموجودة في مدن القناة أو شمال ووسط سيناء. زي ما قلنا الشبورة في أغلبها شبورة خفيفة، بتكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، وبتكون الأجواء ربما خريفية مستقرة تماما سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار. طيب عظيم جدا، إذا زي ما حضرتك قلت هيكون في ارتفاعات طفيفة الاثنين والثلاث الجايين فقط، لكن الأسبوع الجاي الوضع هيكون عامل إزاي؟ هل خلاص بقى إحنا داخلين في انخفاضات في درجات الحرارة عشان خلاص نستقبل فصل الشتاء؟ بالتأكيد، يعني دايما كل ما بنقرب من فصل الشتاء وبنتقدم في فصل الخريف، المفترض أننا هنسير بشكل تدريجي في اتجاه الانخفاضات التدريجية في درجات الحرارة سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل. الخرائط بتشير أنه إن شاء الله على مدار الأسبوع القادم هيكون مشابه لهذا الأسبوع، سواء من حيث درجات الحرارة وأيضا فرص تكون الشبورة المائية. وكمان بتكون الأجواء خلال ساعات الليل برضو في حدود ال 21 درجة، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. طيب تمام، بالنسبة طبعا للخريف احنا متعودين دايما انه يكون في عواصف ترابية، هل هيكون موجود خلال الأيام دي؟ لا، الفترة دي يعني يمكن حتى نهاية الأسبوع الحالي ما فيش فرصة لتشكل الاضطراب أو الرمال المسارة على أي من مناطق الجمهورية. الرياح هتكون معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية، ربما يحدث من حين لآخر على فترات متفارقة من اليوم بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة اللي سرعتها لا تتجاوز 30 أو 35 كيلومتر على الساعة، فدي بتكون غير مثيرة تماما للرمال والأدوات. طيب هل في أي توقعات للأمطار في أي من محافظات الجمهورية؟ ربما طوال هذا الأسبوع هو فترة استقرار تام، إن وجد امتداد لمنخفض جو في طبقات الجو العليا بيكون امتداد ضعيف، لا تتوافر الظروف الكافية لتساقط الأمطار على أي من مناطق الجمهورية، ففرص تساقط الأمطار هذا الأسبوع هي فرص
ضعيفة جدا تصل للانعدام إن شاء الله. ما فيش أي فرص لتساقط الأمطار الأسبوع ده. من الوارد الفترة اللي جاية طبعا تحدث بعض الاحتمالات لتساقط الأمطار، ده اللي طبعا بنشوفه قبلها بوقت كافي، وبالتأكيد بنعلن ده في نشراتنا ونبلغ حضراتكم بيه أول بأول بكل تأكيد. لكن بحسب كلام حضرتك الناس لازم تاخد بالها، لأنه زي ما قلنا في انخفاض في درجات حرارة، الجو بيكون لطيف جدا الصبح ولطيف جدا بالليل، لكن في نص النهار بيكون حر. طبعا دي أهم نقطة بقى هنبدأ الفترة اللي جاية نحذر الناس منها بشكل مستمر، وهو التفاوت والتباين الكبير ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم. هيبدأ الفرق يزداد، هنلاقي الأجواء خلال فترات الظهيرة مع سطوع الشمس أجواء حارة بشكل ملحوظ، وبمجرد غياب أشعة الشمس بتبدأ تنخفض الحرارة تدريجيا علشان نسجل أقل درجة حرارة على مدار اليوم خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر اللي بالمناسبة بتتزامن مع خروج الطلاب للمدارس. فيبدأ الطلاب يشعروا خلال ساعات الصباح الباكر ببعض نسمات البرودة، يبدأ الجو بعد كده يميل إلى الدفء، ثم تكون الأجواء حارة خلال فترات الظهيرة فياخد نزل برد وهو مروح من المدرسة. أجواء مناسبة جدا لانتشار الأمراض. كل الشكر ليك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ من القاهرة العظمى، في القاهرة 31 أما الصغرى ف 22. العاصمة الإدارية العظمى فيها 31 والصغرى 21، اسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، العلمين 27 أما الصغرى ف 19، مطروح العظمى 28 والصغرى 20، دمياط العظمى 29 والصغرى 22، بورسعيد العظمى 29 أما الصغرى ف 23، الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 20، السويس العظمى فيها 31 والصغرى 21، العريش العظمى 29 والصغرى 18، كاترين العظمى فيها 28 أما الصغرى ف 12، طابة العظمى فيها 30 والصغرى 23، حلايب العظمى 32 والصغرى 24، شلاتين العظمى 34 والصغرى 25، شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25، أما الغردقة فالعظمى 34 والصغرى 23. هنروح الفيوم، العظمى فيها 31 أما الصغرى ف 19، بني سويف العظمى 31 والصغرى 19، الوادي الجديد العظمى 34 والصغرى 21، أسيوط العظمى 32 والصغرى 19، سوهاج العظمى 33 والصغرى 21، إنا العظمى 36 والصغرى 21، الأقصر العظمى فيها 36 والصغرى 22، أسوان أعلى درجة حرارة معانا العظمى فيها 36 أما الصغرى ف 23. كده استعرضنا مع حضراتكم حالة الطقس النهاردة، مرة تانية هنرجع ليه رجائي ومنا لاستكمال باقي الفقرات. شكرا يا شاذلي على هذه المعلومات. شكرا جزيلا.